حظوظنا ان شاء الله يعني في كاس العالم هذه اذا قدمنا اداء كويس ان شاء الله يا رب يكون القادم افضل واجمل باذن الله. والله زي ما قلت هو شيء صعب ومنافسينا يعني في المجموعه هذه صعبه، ما في تقول اثنين اشرس منتخبين، بالعكس كل المنتخبات حاول انها تنافس وهذا، فان شاء الله احنا طموحنا ان ننافس ونتاهل باذن الله. المنتخب التايلندي في الرياض احرجنا شوي، فكانت هذه بدايه اول مباراه معهم، فكان في صعوبه في المباراه هذه، فمباراه تايلند الحين شايفينهم احنا اكثر، واكيد المدرب دارس نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عندهم، وان شاء الله احنا نكون في يومنا ونتفوق عليهم باذن الله. يعني لي شيء الكثير، لان بصراحه انا ما قد تاهلت مع المنتخب الاول كاس العالم، فان شاء الله ربي يكتبها لنا يا رب ونتاهل سوا.